اقرأ من قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الله صدقني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى محمودا. الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. الله. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله ما شاء الله ما شاء الله. وقل جاء me.
الله. صدق الله العظيم.